تعرف على أنواع المآخذ والأفياش الكهربائية حول العالم والاختلافات في استخدامها وأماكن توزعها الجغرافية. في الجزء الأكبر من العالم العربي هناك نوع أساسي من المنافذ الكهربائية هو المسيطر بشكل شبه كامل. هذا النمط مكون من فتحتين صغيرتين فقط، وعادة ما يكون القابس الذي يدخل إليه يمتلك دبابيس بلاستيكية مع قمة معدنية فقط. لكن في حال كنت تستخدم العديد من الأدوات الكهربائية المستوردة، بالأخص في حال لم تكن مخصصة للبيع في بلدك أصلاً، فالأرجح أنك شاهدت العديد من الأنواع الأخرى للمقابس الكهربائية، فهي متنوعة للغاية. ومع أن المعروف منها في العالم العربي قليلة، فهناك 15 نوعا مختلفا في العالم اليوم. في هذا الفيديو سنستعرض الأنماط المختلفة للمقابس الكهربائية المتاحة، مع معلومات سريعة عن التيارات المناسبة لها وأماكن انتشار استخدامها عموما. بالطبع، فكون المقابس مختلفة لا يعني أنها حصرية تماما لنوعها. فبينما بعض المقابس لا تقبل سوى نوع واحد من القوابس فقط، فالعديد من الأنواع الأخرى تقبل عدة أنواع من القوابس المختلفة، مما يزيد من فائدة استخدامها. المقبس الكهربائي من النمط A أو النمط B. هذان النمطان من المقابس متشابهان للغاية من حيث الشكل والاستخدام، فكل منهما يعتمد على دبوسين مسطحين بدلا من الشكل الأسطواني المعتاد، ويعملان مع التيارات الكهربائية بين 100 حتى 120 فولت، كما يدعمان شدة تيار تصل إلى 15 أمبير. عموما الميزة الأساسية لهذه المقابس هو حجمها الصغير للغاية مقارنة بالأشكال الأخرى وثباتها الكبير نسبيا، حيث أنها أمتن من بعض الأنواع الأخرى. الفرق الأساسي بين النمطين A و B هو وجود طرف ثالث للتأريض تفريغ الشحنات الكهربائية إلى الأرض، وبالنتيجة فالقوابس من النمط A قابلة للاستخدام في مقابس النمط B، لكن العكس ليس صحيح. ينتشر استخدام هذه المقابس في أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك واليابان بالدرجة الأولى، كما تستخدم بشكل محدود في البلدان التي كانت تحت السيطرة الأمريكية أو اليابانية مثل الفلبين. المقبس الكهربائي من النمط C. يعد هذا النمط هو الأوسع انتشارا على الإطلاق في العالم العربي، ويكاد يكون مستخدما لكل شيء تقريبا، لكنه في الواقع أسوأ أنماط المقابس حاليا، والاعتماد عليه لكل الاستخدامات فكرة سيئة، حيث أنه لا يدعم التيارات ذات الشدة العالية، فهو محدود ب 2.5 أمبير فقط، كما أنه يفتقد للمتانة حيث يسهل خلعه أو تشوهه بسرعة. وفي حال استخدم لأدوات ذات استهلاك كبير للكهرباء مثل المدافئ الكهربائية أو مجففات الشعر، فمن الممكن أن يتسبب الأمر بذوبانه وحدوث ماسات كهربائية قد تؤدي إلى حرائق. يفتقد هذا النمط للأمان والمتانة، كما أنه لا يدعم التأريض أصلا، لكن هذا لا يمنع كونه واحدا من أكثر أنواع المقابس الكهربائية انتشارا، حيث يستخدم على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأوسط والعديد من البلدان الأخرى. لكن الجدير بالذكر أن أي من البلدان تعتمد هذا المنفذ وحده بسبب محدوديته الكبيرة، فهو عادة ما يستخدم إلى جانب أنماط أخرى من المنافذ، وبالأخص النمطين E و F اللذين سنتناولهما في الفقرات التالية. المقابس الكهربائية من النوع N L G. كل من هذه الأنماط تأتي أشبه بتعديل للنمط C، لكن بدلا من دبوسين فقط يتم استخدام دبوس أوسط ثالثا للتأريض، حيث أن الدبوس الثالث على استقامة الدبوسين الأساسيين في النمط L، لكنه بعيد قليلا في النمط N أو وأبعد أكثر من النمط G. كل من هذه الأنماط محدودة الانتشار إلى حد بعيد، حيث يستخدم النمط G بشكل شبه حصري في سويسرا وليشتنشتاين، فيما يستخدم النمط L في إيطاليا وتشيلي، والنمط N في جنوب إفريقيا والبرازيل، علما أن كل من هذه الأنماط تقبل القوابس من النمط C، لكن لا تقبل قوابس من بعضها البعض. المقابس الكهربائية من نوع E و F. من حيث المبدأ، كل من مقبسي E و F يستخدمان نفس قابسي تماما، لكن الاختلاف يأتي في شكل المقبس. الشيء المشترك هنا هو أن نوعي المقبس يدعمان تيارات بتوتر حتى 240 فولت وشدة حتى 16 أمبير، مما يجعلهما مفضلين للغاية للكثير من الاستخدامات المتنوعة،
كما أنهما منتشران على نطاق واسع في البلدان التي تعتمد النمط سي كأنماط بديلة نوعا ما. ومع أن كل من النمطين يمتلكان فتحتين فقط، فهما يدعمان التأريض والتثبيت القابسي بطريقة مختلفة. في النمط أو يوجد دبوس خارج من المقبس نفسه يفيد في التأريض من جهة وفي تثبيت القابس بشكل أفضل، علما أنه أصلا آمن نسبيا بفضل كون الدبابيس المستخدمة ثخينة نسبيا. بالنسبة للنمط F تتم الأمور بشكل مختلف، فالتثبيت يتم عبر نتوءين إلى جانب القابس بالإضافة إلى أخدودين على الحافتين العلوية والسفلية. وبالنتيجة النمط F هو واحد من الأكثر أمانا على الإطلاق، كما أن الأخدودين في القابس يلعبان دورا آخر هو التأريض. حاليا تعد القوابس الخاصة بالنمطين من الأكثر شيوعا حول العالم، وبالأخص للأدوات الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة. وبالنسبة للمقابس فإن النمط أ منتشر في فرنسا وبلجيكا وبعض البلدان الأوروبية الأخرى، فيما النمط F موجود في جميع البلدان الأوروبية تقريبا باستثناء المملكة المتحدة وإيرلندا. كما أنه واسع الانتشار حول العالم، وبالإضافة لكون المقابس من نوع أ و F تستقبل القوابس الموحدة لها، فهي تدعم القوابس من نوع C كذلك، مما يجعلها خيارا مفضلا في الكثير من الحالات. المقابس الكهربائية من نوع G، يبدو هذا المقبس كواحد من الأغرب حاليا، كما أنه كبير الحجم للغاية مقارنة بالأنواع الأخرى، حيث يتضمن دبوسين ذوي شكل متوازي مستطيلات لنقل الطاقة، ودبوس ثالث للتأريض بحجم أكبر وبتوجه رأسي بدلا من الأفقي. يدعم هذا النوع من المقابس تيارات بتوتر حتى 240 فولت وشدة حتى 13 أمبير. ومع أن حجمه الكبير قد يكون مكروها، فهو آمن جدا كون سحبه بالخطأ أمر صعب جدا، فهو ثابت للغاية وآمن بالأخص للأطفال. عموما لا يعد هذا النوع من المقابس منتشرا حقا، فهو معروف بكونه المقبس البريطاني، حيث هو الوحيد المستخدم في المملكة المتحدة وإيرلندا، كما أنه منتشر في بعض البلدان الأخرى التي كانت خاضعة للسيطرة أو النفوذ البريطاني مثل بلدان الخليج، حيث يعد المقبس الأساسي هناك. عموما لا يدعم هذا النوع من المقابس أي قوابس أخرى عدا نوعه فقط، ومع أنه من الممكن إدخال قابس من النمط سي فيه، فالأمر غير آمن تماما ولا ينصح به. النمط M، في الواقع هذا النمط من المقابس شبه مطابق للمقابس من نمط D، حيث يعتمد دبوسين أساسيين لنقل التيار ودبوسا ثالثا كبيرا للتأريض، لكن الفرق الأساسي هنا هو حجم الدبابيس، فهي أكبر بوضوح وأقرب من بعضها البعض في هذا النمط. بالنتيجة لا يقبل هذا النمط استخدام أي قوابس من أنماط أخرى، كما أن انتشاره محدود جدا، حيث يستخدم في جنوب إفريقيا بشكل رئيسي، وفي الهند والنيبال وفي موزمبيق وليسوتو وعدة بلدان إفريقية أخرى. المقبس من النمط E، يأتي هذا المقبس مع 3 فتحات فيه 2 مائلتين للكهرباء والأخيرة رأسية للتأريض. مع أنه يدعم التأريض، فالكثير من الأدوات الكهربائية تتجاهل هذا الأمر باستخدام قابس ذي دبوسين فقط بدلا من 3، مما يقلل من ثبات المأخذ عموما، لكنه يبقى واحدا من الأكثر أمانا كون الدبوسين المائلين يمتلكان زوايا ميل مختلفة تمنع الحركة سواء رأسيا أو أفقيا. يدعم هذا المقبس تيارات حتى توتر 240 فولت وشدة 10 أمبير. ومع أنه مستخدم على نطاق واسع في الصين وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين، فهو لا يدعم استخدام أي قابس ليس من فئته أبدا. القوابس من النمط K، هذا النمط من المقابس يأتي بدوره كتعديل على النمطين E و F، معتمدا دبوسا ثالثا في القابس للتأريض، لكن الدبوس الثالث أكبر من الأساسيين، كما أنه يمتلك شكلا مختلفا لمنع خلط الأمر وتركيب القابس بشكل خاطئ. يدعم هذا النمط تيارا حتى توتر 240 فولت وشدة 16 أمبير، لكنه شبه حصريا للدنمارك وغرينلاند فقط، ولا يتم اعتماده في أي مكان آخر في العالم. المقبس الكهربائي من النمط D، يمكن اعتبار أن المقابس من النوع D نسخة محسنة عن تلك من النوع C، فهي تدعم نفس توتر التيار
حتى 240 فولت، لكنها تدعم شدة أعلى حتى 5 أمبير فقط بفضل اعتماد دبابيس عريضة أكثر، كما أنها تدعم التأريض مما يجعلها بديلا جيدا جدا. ولو أنه ليس مثاليا، وعلى الرغم من أن هذا النمط منتشر الاستخدام جزئيا للمقابس، فهو شبه معدوم الانتشار من حيث القوابس، وهذا ما يقود إلى حد بعيد من فوائده، فهو غالبا ما يستخدم مع مقابس من النوع سي. على الرغم من أنه أكثر أمانا من النمط سي، فهذا النوع من المقابس يعاني من كونه غير آمن تماما مع الأنماط الأخرى من القوابس، فهو يدعم القوابس من نوع سي وإف، لكن ليس بشكل كامل. يشيع استخدام هذا النوع من المقابس في الهند وباكستان وبنغلاديش، كما أنه مستخدم بشكل محدود في بعض البلدان الأخرى مثل العراق والأردن وبعض البلدان الإفريقية. المقبس من النمط آش. على عكس معظم الأنواع الأخرى من المقابس، فهذا المقبس محصور جدا جغرافيا، فهو يستخدم في إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية بشكل حصري، ولا يستخدم في أي مكان آخر في الواقع. يبدو هذا النمط أشبه بتعديل على المقابس من النمط لكن بدلا من نتوء للتأريض، يعتمد المقبس فتحة لدبوس ثالث في القابس، حيث أن القابس يمتلك 3 دبابيس متساوية بالحجم والقطر ومشابهة لتلك الموجودة في النمطين E و F، لذا يمتلك المقبس نفس المواصفات تماما للتيار. ومع أنه يقبل القوابس من النمط C، فاستخدام قوابس من نمط E و F معه ممكن لكن ليس آمنا حقا. المقابس من نوع O. كما عدة أنماط أخرى في القائمة، يبدو هذا النمط معتمدا على شكل النمطين E و F، لكن مع تعديل يضيف إليه دبوسا ثالثا هو من يتولى التأريض. عموما يبدو المقبس شبه مطابق لنظيره من النوع آش، لكن الأبعاد مختلفة قليلا، كما أن توجيهه الصحيح يتضمن كون التأريض للأعلى وليس للأسفل. يستخدم هذا النوع من المقابس بشكل حصري في تايلاند، ومن النادر إيجاده في أي مكان آخر.